جولتنا بالعالم العربي مستمرة مروراً بالمملكة العربية السعودية. واضح أنه أخبار ذا فيكتوريوس سبقتنا، بس يقولون بيأخذن 40 واحد بس تقريباً في البرنامج، إذا بروحن على دبي تقريباً. تجارب بلدي رح تتم بالرياض، الدمام وجدة. ذا فيكتوريوس أهلا وسهلا فيكم. محطتنا السعودية الأولى كانت الرياض. مع مغيب الشمس صار الجو منعش أكثر، يعني الوقت الأفضل لإجراء الاختبارات يلي بدل من إجراءها بالنهار بقيت نفسها بس صارت ليلية بجو ولا أروع. فيكتوريوس